طيب نروح سريعا الى اتصال هاتفي اخر. معانا على التليفون الزميل والصديق العزيز الناقد الرياضي احمد عبد الباسط. صباح الخير يا عبد الباسط. يا صباح الفل يا حسام، برحب بيك وبرحب بجمانة وكل اللي في الاستوديو طبعا. اهلا بيك يا عبد الباسط. التشكيل اللي اديته لنا امبارح يعني كان كيروش كان قاعد معاك قبلها، ده التشكيل بتاع امبارح. احنا بنقول كل حاجه اهو، بنرفع ايدينا زي ما قلت لك. انت قلت لي المره اللي فاتت انت غلطت وقلت لك لا. هو لا انا ما رضيت، انا ما رضيتش افتش السر بتاع اللعبه، انت اللي فتشت سرك. صباحك فل والحمد لله، ومبروك لمصر كلها ومبروك للمنتخب. مباراه مهمه وماتش مهم. انا عندي حاجات يعني وجهه نظري اهم من في هذه المباراه، بغض النظر ان انت كسبت كوتوفوار، ولكن انا شايف انه ده هيبقى مرحله بناء للجيل ده، خصوصا ان في لعيبه اول مره تشارك في بطوله الامم الافريقيه، ان هم يبقوا موجودين مع خبرات زي صلاح وحجازي وتريزيجيه، ان انت تبني بالطريقه دي الجيل ده وياخد الثقه من خلال ماتش كوتوفوار اللي لسه كسبان الجزائر 3. فاعتقد ده من اهم مكاسب الفوز بجانب الحاجات اللي هنتكلم عليها كلها في المداخله. اكيد. طيب عبد الباسط، برضو احنا حابين نطمن على يعني الاصابات، وتحديدا لو نتكلم عن الشناوي وكمان حمدي فتحي. والله الشناوي عنده الخلفيه وحمدي فتحي الضمه، والاثنين شاد بياخد وقت شويه، ما بيرجعش بسرعه اللعيب، يعني مش اقل من اسبوع، يعني اعتقد انه صعب مشاركتهم في المباراه. المباراه اللي جايه. ولكن حسم الامر هيعملوا اشعه دلوقتي، خصوصا ان الامور في الكاميرون عشان يعمل اشعه ما يقدرش يعملها في نفس اليوم بعد المباراه، بياخد وقت شويه. ولكن هو التشخيص المبدئي الخلفيه لمحمد الشناوي والضمه لحمدي فتحي، ولكن ان شاء الله يبقى عندنا ثقه في البدائل اللي هتبقى موجوده. يعني لا الشناوي ولا حمدي فتحي يعني بنسبه نقول مش قليله مش هيلحقوا المباراه اللي جايه. بنسبه مش قليله، خصوصا ان حمدي فتحي دي مش اول مره اصابه في الضمه، ومحمد الشناوي دي مش اول مره اصابه في الخلفيه، كانت اصابه قبل كده برضو، فالموضوع لسه راجع لهم تاني، فده ممكن يبقى نتاج طبيعي للمشاركه في المباريات وده مأثر عليهم. ولكن الاشعه هي اللي هتحسم بشكل اكبر وجودهم من عدمه، لكن في حال عدم وجودهم برضو ابو جبل شفناه امبارح، يعني سبب الفوز انه يشوط ضربه جزاء ويشيل هدف في الوقت الضايع برضه في قلب الملعب. انا مطمن، مش قلقان من الحته دي، خصوصا هو عارف انه الراجل بيفكر المباراه اللي جايه ما كانش يلعب بنفس الثلاثه في القلب، يعني هو كان هيغير. فبالتالي الموضوع بتاع حمدي فتحي مش عامل قلق داخل الجهاز الفني، عنده مهند مشرف موجود، عنده عبد الله السعيد، عنده امام عاشور، ولكن يعني لسه هيجرب بقى هو هيعمل ايه لحد مباراه الحد ان شاء الله. عظيم. طيب عبد الباسط، انا مش عايز اسالك بس يعني ايه، احكي لي بقى على الكواليس كده، ايه الاخبار الحصريه اللي انت بتجيبها؟ البعثه عامله ايه؟ الفكر في الماتش اللي جاي عملوا ايه بعد الماتش امبارح؟ يعني الميكروفون معاك وقول. هو انا ما بقتش اتسال، انا بقيت بتراهن، فيعني لو في ممكن رهان او حاجه يبقى افضل. انت مصر على الرهان من امبارح يا عبد الباسط، طب هنتراهن على ايه؟ هيكسبوا ولا هيخسروا؟ طيب ولا التشكيله؟ حابب تتراهن على ايه؟ قول لي. خلينا ان شاء الله هنكسب، يعني ممكن نتكلم في حاجات تانية في تشكيل مثلا، ولا نخلي التشكيل شويه لحد ما انت تذاكر الفرقه، تبقى مداخله تانية. معلش عبد الباسط الصوت قطع، قول مره تانية. انا اسف، بقول لك هنسيب اراهنك على التشكيل، بس ممكن نخليه يوم تاني بحيث ان انت تبقى ذاكرت منتخب مصر. طب شويه. طب هتراهني على التشكيل؟ هتقول انت تشكيل وانا اقول تشكيل، ولا هتقول التشكيل وانا اقول امين؟ لا هقوله انت تقول ان شاء الله. لا هو هيقول التشكيل، ولو طلع صح يبقى هو كسب الرهان، لو طلع غلط يبقى هو خسر الرهان. طبعا انا عارف انه التشكيل بتاع عبد الباسط هيطلع صح. راهني على حاجه فيها هات وخد، مش كسبان كسبان. لا اهم حاجه والله هي كلها في حب منتخب مصر وربنا يكرمنا ان شاء الله. لكن كواليس المعسكر الحاله المعنويه مرتفعه جدا بعد اللي حصل، محمد صلاح والاجواء اللي عملها، ونتكلم على الدعم الجماهيري، انا شايف انه جايب نتيجه ايجابيه جدا من بعد المباراة على السوشيال ميديا، واللعيبة حاسة ده، الإشادات كلها داخل منتخب مصر للعيبة الصغيرة أمثال محمد عبد المنعم وأحمد فتوح الموجودين في المنتخب، وإنه الجهاز الفني منبهر جدا بهذا الثنائي، خصوصا إن الاثنين ومشاركتهم وإن هم أحد الأعمدة الأساسية. كمان خليني أقول لك على مفاجأة، إنه الجهاز الفني أصبح محتار، الونش هيبقى جاهز للمباراة اللي جاية، ولكن الجهاز يعني مزنوق، ان انا عبد المنعم راكب وشايل، الونش غايب بقاله فتره، فانا مطالب دلوقتي ان انا ادي الجيم ده لعبد المنعم ان هو يلعب المباراه، اللي واخد الثقه، اللي جايب لي هدف الماتش اللي فات. طب قول لنا انت بقى، هو مايلين لايه؟
يعني ما تحطليش العقده وتسيبها من غير حل. هو ميال لعبد المنعم يعني كمان هم كلهم مايلين لعبد المنعم. فبالنسبه لهم في الحته دي هو كمان انا بديك التفاصيل اللي بيتكلموا فيها عشان نسبق بخطوه يعني، ولكن الجهاز كله ميال ان محمد عبد المنعم هو اللي يبقى موجود في الحته دي. الاشادات كبيره جدا كمان بعمر كمال عبد الواحد اللي فاجئهم بالمستوى ده، خصوصا ان عمر كمال الناس ما تعرفش ان هو اصلا مش باك يمين، عمر كمال بيلعب ظهير سواء يمين او شمال في الحته بتاعت صلاح او مرموش. مزبوط. ولكن لما احتاج ليه في المكان ده وخصوصا بعد اصابه احد الاعمده اللي هو اكرم توفيق، فكمان الثلاثه اللي بكلمك عليهم في الخط الدفاعي هو لعب عبد المنعم مختار نظرا للاصابه بتاعت الونش، لعب عمر كمال نظرا للاصابه بتاعت اكرم توفيق، عملوا مردود ايجابي ومردود طيب. في مكافآت خاصه اتصرفت امبارح لمنتخب مصر هناك من نائب رئيس البعثه المهندس خالد الترندلي. كل الامور داخل بعثه منتخب مصر اصبحت في نوع من انواع الثقه. ليه؟ لانه الثقه اللي اكتسبناها بقت ثقه مزدوجه عند الجمهور وعند اللعيبه وعند الجهاز الفني. كمان الجمهور بقى واثق جدا في اللعيبه والكروش. ومن هنا برضو بوجه رساله للمنتخب، لما محمد صلاح اتكلم على الجمهور وده اللي انا كنت بدعمه في خلال مداخلتي معاك امبارح، انه صلاح عنده حق انه يتكلم. الجمهور المصري مش ضد المنتخب تماما او هو منقسم، ولكن الجمهور عشمان انه الاداء الفني بتاع منتخب مصر نشم فيه ريحه زمان شويه. الجمهور عايز يتبسط يا عبد، يعني عايز يفرح يا عبد الباسط في الاول وفي الاخر، حتى لو كان نقده لادع او لو كان بيفرح بزياده، فهو في كل الاحوال احنا عايزين نفرح، يعني مش عايزين اي حاجه ثانيه. بشكرك طبعا شكرا جزيلا عبد الباسط، احمد عبد الباسط الناقد الرياضي، دايما ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر.